وفي نفس السياق نجد أن من بين 16.4 مليون امرأة اللقاء الجهوي النسوي لحزب الأصالة والمعاصرة بالنسبة لجهات سوس ماسة. هذا اللقاء تندرج واحد سلسلة ديال اللقاءات اللي تجي من أجل نديرو واحد تنظيم نسوي قوي ديمقراطي وشفاف للمرأة البامية. كانت هذه فرصة باش نذكر بعدد الإجراءات اللي تديكها وزارة انتقال رقمي وإصلاح الإدارة. ذكرت مثلا واحد المنشور اللي درناه في 15 أبريل اللي هو تحت الإدارات والقطاعات الوزارية باش يوفروا وسائل التواصل اللي ممكن تكون شفوية باللغة الأمازيغية للمواطنين. هذا الشيء يساعد المواطنين باش يوجهوا الخدمات العمومية على قدم المساواة كما تنادي به الدستور. هذا الورش الأمازيغية هو واحد الورش اللي تعطي صاحب الجلالة واحد العناية خاصة. ذكرت أيضا في واحد الإجراء اللي بعت على الحوار الاجتماعي اللي هو فرصة الأبوة مدفوعة الأجر بالنسبة للموظفي قطاع العام. الهدف من الإجراء هو نوفر للمرأة واحد السند اللي يقدر يعاونها في إجراءات إدارية وقانونية وعائلية. تعرفوا أنها تتكون مهمة من بعد فترة الولادة. الوزارة ديالنا غتحط مشروع القانون على مسطرة المصادقة في القريب العاجل إن شاء الله باش هاد الشيء يولي حقيقة على أرض الواقع في أقرب الأجل الممكنة. وشكرا. هذا اللقاء اليوم هو لقاء مهم كيف ما شفتوا. كاين واحد التعبئة استثنائية، عدد كبير من النساء السوسيات اللي جاوا. احنا الهدف ديالنا من هذا اللقاء هو اولا يكون واحد المشاركة وازنة للحزب عبر المسؤولين ديالو المركزيين وعبر اعضاء الحكومة. علاش؟ لانه مشاركتنا في الحكومة تعني انه جاء الوقت باش تجاوزوا المرحلة ديال الشعارات فيما يخص القضية ديال المرأة والعمل ديال المرأة والعمل اللائق لا سيما الى مرحله ديال التفعيل. شفتوا بعض المنجزات على مستوى الحوار الاجتماعي ومنجزات اخرى ان شاء الله سوف تاتي بها الحكومه، وحنا بغينا نلعبوا الدور ديالنا كاملا في التعبئه من اجل هذا الموضوع. الحاجه الاخرى هي انه المشاركه ديال المراه الحزبيه هي ايضا قوه اقتراحيه باش الحزب يقدر يقترح تدابير من مستوى عملي ومستوى عالي. واخر حاجه هي الرفع من القدره التاطيريه باش الكفاءات النسائية تكون عندنا كذلك واجدة من أجل تحمل المسؤولية إسوة بطبيعة الحال من الكفاءات الرجالية وفي جو يعني يطبعه التناغم والتعاون ما بين الرجال والنساء ديال الحزب. شكرا. اليوم كان دير واحد لقاء جهوي هو تتمة ديال اللقاءات الإقليمية اللي درنا في الجهة ديالنا، في عمالة أكادير، عمالة إنزكان، عمالة شتوكيت بها، عمالة ترودان، عمالة طاطا وعمالة تيزنيت. هاد اللقاءات الإقليمية اللي درنا هو جمعنا فيه النساء ديالنا باش نديرو واحد منظمة للمرأة موازية ديال الحزب تكون قوية. عطاونا توصيات اللي الهدف ديالنا من هاد اللقاء الجهوي اللي درنا اليوم هو نوصلوا التوصيات ديال هاد النساء للامانه ديال الحزب والوزراء ديالنا وباش نترافعوا على القضايا ديال النساء ديالنا في جهات سوس ماسة وفي المغرب، منهم النساء العازبات، النساء اللي خدامين في الضيعات الفلاحيه وفي المجال القروي. بغينا نوقفوا معاهم ونكونوا حنا الصوت ديالهم اللي كيهضر بسميتهم. وهذا اللقاء هذا هو درناه جهوي باش نقويو فيه المنظمه الموازيه القويه ديال حزب الاصاله والمعاصره في جهات سوس ماسة وفي المغرب. شكرا. كما كتلاحظوا معنا الان كتشاهدوا يعني واحد عرس حزبي ناجح 100% اللي فيه مناضلات حزب الأصالة والمعاصرة اللي جا في واحد الدينامية اللي تعرفها الحزب ديالنا على الصعيد الوطني قصد الإعداد الجيد لهيكلة منظمة المرأة
الباميا. وفي هذا اللقاء ان شاء الله غادي يتم فتح نقاش مع مناضلات الحزب قصد الاعداد الجيد لعقد واحد مؤتمر وطني لمنظمة نساء البام.